عايز اروح بحضراتكم لملف مهم جدا، انا شخصيا بعتبره جرس انذار حقيقي للرياضه المصريه كلها. ولو الموضوع ده ما لقاش الاهتمام الصح هندخل في مهازل جديده للرياضه المصريه. عشان كده ارجو من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه انه لو سمحت يسمع ويتابع هذا الملف بنفسه. وكمان المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. إيه الملف ده؟ كنا اتكلمنا هنا عن موضوع كابتن مريم مصطفى بنت كابتن هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد اتحاد الطايرة. مسرحية فصولها كتير شفناها خلال الأسابيع الأخيرة، لكن وصلنا لمشهد عبثي بامتياز، مشهد إن عبر فهو يعبر عن كارثة فعلا، لأنه نادي الزمالك أعلن عن قيد كابتن مريم مصطفى في قائمته وهي مقيدة أصلا في قائمة النادي الأهلي. اتحاد الطايرة أعلن من أيام عن إيقاف كابتن مريم وكابتن دعاء محمد. اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر كان قرر إيقاف مريم مصطفى لاعبة النادي الأهلي 4 أشهر وغرامة 100,000 جنيه، ثم انتقالها للزمالك، وأيضا إيقاف دعاء محمد لاعبة نادي الزمالك 4 أشهر وغرامة 100,000 جنيه، ثم انتقالها للنادي الأهلي. عرفنا أن اتحاد الطايرة خاطب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، اتحاد الطايرة المصري خاطب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عشان يشوف رأيه ايه في الموضوعين. رد الاتحاد الدولي كان ايه؟ بأن هذا الأمر هو شأن داخلي للاتحاد المصري. تمام. هنا قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة إيقاف مريم مصطفى 4 شهور ثم انتقالها لنادي الزمالك. وفي حالة عدم ثبوت، أنا بقرأ لحضراتكم منطوق اللي قاله اتحاد الطايرة مش كلامنا، وفي حالة عدم أو في حالة ثبوت عدم تزوير عقدها مع النادي الأهلي ستكون ملزمة بدفع 3 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في العقد، بينما تم إيقاف دعاء محمد 4 شهور ثم انتقالها للأهلي على أن تدفع تعويض مالي للزمالك. احنا بنهرج رسمي، احنا بنهرج. الاتحاد بيقول، اتحاد الطايرة بيقول في حالة عدم تزوير العقد تدفع مريم 3 مليون للأهلي. أولا العقد سليم وانتوا عارفين الكلام ده كويس جدا بدليل حفظ البلاغات في النيابة. اتفضلوا. ثانيا يعني ايه تدفع وتمشي؟ هو احنا في فترة انتقالات؟ يعني حضرتك بتدعو كل لاعبي الطايرة إن هم يسيبوا الأندية بتاعتهم ويروحوا للنادي اللي هم عايزينه حتى لو في وسط الموسم ويطلع من جيبه ويرمي للنادي ويمشي. حضرتك كاتحاد محلي بتدعو لكل شيء سيء. يعني حضرتك بتضيع عليا كنادي مكان في القايمة وتقول لي تمشي؟ ده طبعا غير الإهانات وخلافه، ده بقى هنتكلم فيه بعدين، لكن المصيبة الأكبر إن الاتحاد زي ما قلت لحضراتكم بيفتح الباب قدام كل اللعيبة اللي مش عاجبه، اللي مش عاجبه عقده تسيب ناديها حتى لو في نص الموسم، حتى لو في نص الموسم. في حاجة اسمها احترام العقود يا اتحاد يا طايرة. وليه الربط دائما ما بين كابتن مريم وكابتن دعاء؟ رغم إن الموقف مختلف تماما وحضراتكم عارفين وشرحته لحضراتكم قبل كده هنا. هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ أنا مش فاهم.